راح تروح تبلغ عليه 3 ابلاغات على قناته عشان تسكر له اياها. ليش؟ وهو الفيديوهات اللي بلغت عليها فيهم هو كان قاعد يدعمك، يعمل ردة فعل على غنيتك، دعم قناتك لما كانت راح تنحذف. الخبر الاول اللي عدنا انه باقي 5 ايام على تسكير القناه. في الايام اللي مشترك بالقناه الثانيه حبايب راح احطكم اياها بالوصف، خلينا نوصلها 100,000 باسرع وقت. شو اللي صار حاليا؟ ريدر نزل هذا المقطع على قناته اللي والله العظيم كل المقطع كان عباره عن كذب في كذب، راح احطكم الاثباتات بعد شويه. ولكن طبعا ريدر كتب تعليق على هذا المقطع طلب مني انه اعتذر من عنده، ليش انا نسيت ما غلطت بيه. ولكن اذا هذا الشيء كان الحين قناتي قناتي فراح اقول لك انه انا اعتذر منك ومن ياسر، واتوقع انه انا سويت حاليا طلبك، فالمفروض انت حاليا تروح تشيل الاسترايكات من قناتي. اوكي خلينا نشوف اذا هو راح يكون وفي او لا. اما حاليا خلينا نرد على هذا المقطع بالتفصيل ونقطه نقطه. فاول شيء حاب اقوله واللي هو شنو ريدر كان بالنسبه لي قبل، كنت تعتبره اخ وصديق، وفعليا كل الاشخاص اللي تابعين قناتي من البدايه يعرفوا انه انا مستحيل غلطان بهذا الشخص، ودائما من البدايه واقف بظهره. راح احطكم جزء بسيط من مقاطع قديمة، شوفوا شلون كنت احكي عليه وشلون امدحه. الاغنية والاغنية فعلا اقل ما يقال عليها رهيبة وخرافية، وفعلا ابدعت يا ريدر حسب ما سمعت انه انت هاي اول اغنية تمنتجها بايدك وتسوي عليها فيديو كليب يعني كامل، فصراحة تقييمي لها 10 من 10 اكيد بدون اي منازع. رابط الاغنية حيكون بالوصف بالكومنتات، روحوا فجروها يا حبايب ومع السلامة. اللي راح تنزل بقناة ريدر الاغاني فروحوا اشتركوا بيها، باقي لها شوية على 80,000. يا صح ريدر بدون كوبي رايت رجاء يعني. طبعا تقييم الاغنيه اكيد 10 من 10، الاغنيه رهيبه رغم انه هي اول اغنيه طبعا لياسمين، ولكن الفضل طبعا اكيد يرجع ريدر. ريدر مغني رهيب 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 صراحه، وفعلا يستحق اكبر لايك. شوف هذا الكلام اللي كنت اقوله واحمس المتابعين على مقاطعه اللي كانت نابعه من حبي له، للاسف هذا الكلام اللي كنت اقوله عليه حاليا اقابه انه اتسكر قناتي. فلما تحط هذه المحادثات بمقاطعك وكانه تذني، بالعكس انا افتخر انه انا كنت احبك، وبعدين هذه المحادثه انا مش اعتذر منك لانه انا كنت ناقل لك خبر غلط، وانا ما كنت اعتذر منك لاني زعجتك بالخبر. اما بالنسبه للثاني شيء فريدر حاول انه ينكر انه هو حكى عليه بالبدايه وانه هو اللي بلش، ففعليا بس تكتبون بث ريدر يتكلم عن مملكه القصص راح يطلع لكم البث انه نازل من اسبوعين، تقدرون تروحون تشوفون البث بالكامل كله حاكي بيه علي. فبالنهايه صديق الناس مو اغبياء، مو يعني لازم اذا ما تذكر اسمي يعني انت ما تقصدني. شوفوا هذا الستوري نزله بعد اسبوع، الهم كان يحكي بيه علي وواضح 100%، ولكن هم ريدر حاول انه ينكر الموضوع. لا حبش وياك راح اقول لك انه هذا الستوري واللايف ما كنت تقصدني بيه، ولكن بعد ما نزلتهم انا رحت راسلت محمد جوان وطلبت من عنده انه يراسلك عشان تفهم ليش ايش قاعد تسوي. المراسلة اللي صارت بينك وبين محمد جواني اللي صرت تهددني انه تريد تبعث لي ناشط العراق عن مو تسجني اني واهلي، وهذه الرساله يا حبايب قدامكم والتاريخ فوقكم الاثنين يوم 22 فبراير يعني الشهر الثاني. رغم كل هذا انا ظليت ساكت، ولا انا ساكت، انا بس حبيت انه اثبت انه انا ما غلطت بيك، انت اللي بديت وصرت تحكي على اهلي، واساسا مش تقدر انه انت طالب من عندي اعتذار، لو طالبها من عندي بالخاص كان والله طلعت واعتذرت من عندك رغم انا ما غلطان بيك. ولما انت مشكلتك ويا طارق الباشا فطارق الباشا طلع قال عليك زباله، انا شو علي انه انت غلط عليك طارق الباشا؟ اوكي صاحبي بس مو يعني اعتذر له مكانه، ولكن هم كان عندي مالي لو طالب من عندي بالخاص، لان بالنهايه انت صاحبي وانا مرت شتت خسرك. فهذا ثاني دليل انه هذا المقطع كان عباره عن كذب، فحبيت اوضح لكم انه اللي بدا صار يحكي بي علي وانا ظليت ساكت من البدايه. طبعا بعدها نزل هذا المقطع والاغلبكم يعرف انه بالبدايه صار يحكي بي علي وصار يقول انه انت بتمثل العراق بطريقه غير مباشره، لا تقول لي ما كنت اقصدك لكن واضح انت كنت تقصدني، وبالنهايه قلت لك انه العراق اكبر مني ومنك، فاكيد انا تضايقت وطلعت بلايف وصرت احكي عليك، ممكن زودتها شويه بالكلام ولكني كنت متضايق كلش منك. ولكن اقوم ثاني يوم الصبح تروح تعطيني 6 رايكين على مقاطعي. بالنسبه لثالث امر فريدر قال انه هو ما كان يريد مقاطع تطلع على قناتي، فهذا وانطاني 6 رايكات. ريدر انت على من تضحك بالضبط؟ يعني مش هتقدر تقول لي انه احذف المقاطع من قناتك؟ يعني لو قال لي هيك انا كان حذفت المقاطع من قناتي بدون اي تعب وبدون ما تعطيني سترايكات، واساسا انت كان تقدر تحذف المقاطع بدون ما تعطيني سترايكات، بس كوبي رايت. ما راح ارد على هذا الموضوع بس حاب اني اذكرك بموضوع معين لما تهكرت قناتك انه انا الوحيد وانا ومحمد جواني اللي وقفنا وياك بهذه المحنه وساعدناك، شوف اللقطه بنفسك. اشياء مين مزح بيها؟ في شهر ترجع قناة بأقرب وقت. اللي عدى فهو مصطفى ريدر، فمثل ما تعرفون انه مصطفى تهكرت قناته ونزلوا هذا المقطع بقناته وخسر هواي مشتركين، سبب الانستغرام شويه ستوريات يعني من خلالها عن قناته الثانيه راح احطكم اياها بالوصف، اريدكم كلكم تروحون تشتركون بيها ونوصل 100,000 مشترك عمودا حمسه يرجع للقناه. والله الوحيد اللي اريد اقوله انه الله شايف كل شيء ويعرف كل الحقيقه اللي قاعده تصير ومن الظالم ومن المظلوم. وبالنسبه للعاشر كذبه كذبتها انه انا بعد ما نزلت هذا المقطع اوكي صار مراسل بيني وبين ياسو وما اعتذرت من عندها، لان على بالي انه هي طتني سترايك ولكن طلع ريدر هو اللي منطيني سترايك، مع انه ما متاكد من الموضوع ولكن اعتذرت من ياسو. هذا صار يقول انه كنت ناوي اشيل الستراكات، فارجع اقول لك انت على منو تضحك بالضبط. في الستراك الثالث يا حبايب اجاني بعد 10 دقائق من مراسلتي ويا ياسو، وهذه الرساله قدامكم الجيميل واصل للساعه بالخمسة و10 دقائق ومراسلتي ويا ياسو كانت الساعه بالأربعة و49. وهذه المراسله كانت ويا ريدر انه طلبت من عنده ننهي الموضوع وهو شايف الرساله وما رد علي، فكذبك يا ريدر بطله انه انت كنت تريد تشيل الستراكات، انت كنت تعرف انه ما تريد تشيلهم ولكن حاول تستعطف الناس بالطريقه. والله يا حبايب انا مو متضايق على القناه، فانا شكرا لكم انه انتم وقفتكم وياي، اعرفها كلش قويه وفعليا قناتي الثانيه وصلت تقريبا 100,000 بيوم واحد لانه انتم ماكم منكم، وشكرا لكم على كل شيء، ولكني متضايق انه هذا الشخص يطلع من عنده هذا الشيء. وهاي القناه يا حبايب انتم ما تعرفون انا قد تعبان عليها، فكل يوتيوبر يعرفون انا قناه قد متعوب عليها، قد سهران عليها ليالي على مود اطلع لكم مقاطع، ولكن يجي شخص مثل ريدر يضيع لي كل هذا التعب، كل هذه 6 سنين كلها بلحظه واحده على مود شيء انا اساسا ما غلطان بيه عليه، لو غلطان والله ما عندي مانع، ولكن انا والله العظيم مش غلطان على هذا الشخص،
هذا الشخص حاول انه يضرني وانا اساسا مش ضاره. اتمنى يا حبايبي انكم تشرون هذا المقطع بكل مكان تكتبون عليه حق مملكه القصص. وهو يعرف كل زين لو طالب من عندي اني احذف المقاطع اللي ذاكر بي اسمه على قناتي كان حذفتها على راسي وبدون ما احكي شيء. وبس خليني احط لكم راي اليوتيوبر. بدي احكي معكم موضوع بس بدي منكم اول شغله تصلوا سيدنا محمد، اللهم صل على محمد. يا جماعه لاحظتوا انتم بتتابعوني بشكل يومي ولكم فتره بتتابعوني وناس بتتابعني من جديد، رغم كل شيء مشاكل صارت معي مع كثير ناس كثير ناس، وانا بطلع بايدي وبعرف ايميلات وكلمات السر وبعرف كل شيء، وما فكرت بيوم من الايام اني اذي مخلوق ان كان، ما فكرت ولا مره اني ادخل اذي لا بماله لا ببيته ولا باي شيء. خلاص اوكي رديت حكوا حكينا مشكله صارت. امبارح الشيء اللي زعجني بالليل ونشرت بوست انه اللي عامل المخالفات لقناه مملكه القصص هو رفيقي، هو رفيقي بناتنا خبز وملح، وانا نايم عنده وبعرف اهله اكابر، ونصحته قلت له لا تضر حدا لا تضر حدا، من لما انضريت من كم يوم انحسبت قناتك كلياتنا وقفنا معك، لا تضر حدا رب العالمين كبير عم يشوف، رغم كل شيء عمل له المخالفات. تخيلوا لوين. اللي زعجني اكثر لما جيت احكي معه انا احكي له يا حبيبي امسح الستوري اللي عم تحكي فيه على الشاب، انت اكبر من هيك، انت اليوم صار لك اسم، طلعت معنا طلعت لحالك، ليش عم تعمل هيك؟ قلب لي لسانه اقعد عاقل اني هذا ما يشرف العراقيين، على اساس انت بتشرف العراقيين؟ يا اخي انا والله العظيم كل واحد بيمثل نفسه، انا ما بمثل بلدي يا اخي، بلدي اكبر من اني امثلها، بلدي اكبر من السوشيال ميديا، العراق اكبر من السوشيال ميديا، سوريا اكبر من السوشيال ميديا، بتكون اكبر من السوشيال ميديا، لا حد كل واحد اللي ما بتمثل بلد، ما في حدا بيحكم على حدا انه ما بمثل بلده، كل مين يمثل نفسه فقط. بلش يتفلسف ويقول لي راح ضره وراح اضربه وانا حطه ببالي واني راح اجيبه بالعراق، ليش؟ الموضوع مو مستاهل يا اخي، الموضوع مو مستاهل، ما قرب صوبك الولد ليش؟ هذا الشيء اللي ضايقني، انا عملت له بلوك الصراحه وخلاص يعني، اوكي الله ييسر له، طالما هو نوى يضر الناس انا ما بتشرف فيه يكون رفيقي، للصراحه. الناس اللي مو عارفه انا شو القصه يا جماعه بدي احكيها باختصار، في قناه اسمها مملكه القصص، قناه اخبار، تمام؟ تنشر اخبار اليوتيوبر. واحد من اصدقائي اللي كنت كثير اعزهم والله العظيم كثير انا زعلان اني عم بحكي عليك، لانه عن جد ما بتشرف تكون رفيقي، حدا بضر حدا برزقه ما بتشرف يكون رفيقي، اوكي معك حق الرد، اي حدا معه حق الرد، اي حدا لما حدا يحكي عليكم اطلع رد، انا بقول لك اطلع رد حتى لو علي، معك حق الرد، بس انه تضره برزقه راح تروح تبلغ عليه 3 ابلاغات على قناته عشان تسكر له اياها، ليش؟ وهو الفيديوهات اللي بلغت عليها فيهم هو كان قاعد يدعمك، يعمل ردة فعل على غنيتك، دعم قناتك لما كانت رح تنحذف. هذا الشيء اللي بخنقكم، انه ظلم، انه الناس اللي حكى عليهم ما بلغوا عليه، تخيل انا بحترم الناس اللي حكى عليهم ما بلغوا عليه، وهذول الاشخاص بلغوا عليه، انا كثير متضايق من امبارح والله متضايق. على كل حال بلغ عليه والشاب والله رح تسكر قناته، بحب اقول له انه كلنا معه، وانت يا رفيقي خسرتني الصراحه اللي بلغت عليه، والله خسرتني مع الاسف. اوكي حبايبي اول شغله شكرا لكل الرسائل اللي وصلتني حاليا من ساعتين لحد الان، انا بتشكركم من جوا قلبي، انا اسف اني عم بدخلكم بقصص ومواضيع بس انا شخص صاحب مبدا ما بسكت عن الظلم. ليكو اوكي يمكن في ناس تقول لي ليش في فضايح، يا جماعه ما الفضايح معبي السوشيال ميديا، ما صفت على الواد اذا عم بنقل اخبار اليوتيوبر مثل ما هي منشوره، حتى انا بطلب من اي يوتيوبر لما يشوفني على غلط يطلع يحط لي اياهم وينصحني يقول لي انت على غلط حطهم خذ انت بتفضح حالك، تمام؟ على انا اسف منكم ان شغلت بالكم بكم شغله، والمشكله قلت لكم مع الاسف انه رفيقي ما فيني احكي عليه اي شيء غلط، الله يسامحه وييسر له ويوفقه بحياته، وانا هو بيعرف قديش هو معزته عندي وقديش انا بعزه، بس انا عن الغلط ما بسكت. على كل حال تسكت القصص ما عاد افتح الموضوع هذا الموضوع ابدا، دعموا فهد مثل ما اتفقنا على قناته الجديده، وبحبكم حاليا رايح اشوف حدا بتعرفوه انتم تابعوا الاستوريات بعد شوي بتعرفوا مين هو، والله يسعدكم يا رب. يسعد لي اوقاتكم، كيفكم؟ امبارح اجتني كثير اسئله بخصوص قناه فهد مملكه القصص، سمعت انه رح تتسكر، وعن جد كثير تضايقت لانه هو الشاب ما له علاقه، الشاب هو بس بينقل اخبار، فاذا سمعتك مش ظابطه او مش منيحه لا تجي تسكر قناته للي عم ينقل اخبار، روح ظبط سمعتك بعدين هو بينقل اخبار منيحه عنك. فهد ما تخاف كله معك. وبس والله يا حبايبي بصراحة حاب اشكر كل الاشخاص اللي دعموني سواء بالانستغرام سواء باليوتيوب، الاشخاص اللي وقفوا وياي وكتبوا لي كلام جدا جميل الصراحة، كلامكم يعني هو اللي خلاني صراحة ما اتضايق من الموضوع، وفعلا اشكركم على هذا الشيء. وقفتكم وياي مان سها واليوتيوبر علي سعيد مرسال جواني قنوات الاخبار صفحات الاخبار بالانستغرام كلكم اشكركم صراحة، كل الفانزات الف شكر لكم على وقفتكم وياي، ما راح اسالكم هذا الشيء ابدا ان شاء الله.
ان شاء الله انشيل سترايك انا سويت اللي علي، اعتذرت من عنده، فان شاء الله هو يوفي بوعده ويشيل سترايك. وبصراحة حبايبي اتمنى المقطع عجبكم، اكتشفتوا بيه من الحقيقة، اكتشفتوا من الغلط واكتشفتوا من الصح، وبس كان لكم فيت زي ما قالت مملكة القصص. مع السلامة. الغالي فهد، فلهيك بحب احكي له يا فهد انت لحظة رائعة ظهرت امامي مثل رؤية عابرة، في ضعف الحزن اليائس في الزمن البائس بدا لي صوت لطيف لفترة طويلة بميزات لطيفة، أنت في مهجتي وفي أنفاسي في أشجاني وفي أفراحي، تتوهج في أغنياتك اللهب أنت، أتطلع إلى الآخرين لكنما أمام ناظري أنت، ما أدمنت إلا ثلاثة في حياتي، ضحكتك طيبتك وحروف اسمك، قالوا الذهب قلت فهد الغالي، قالوا القمر قلت فهد العالي، ما لعيناك على الأرض بديل، أن ننسى قناتك مستحيل، لا تحزن نحن معك، كل الاحترام والتقدير لك، مع كامل الشكر والتقدير أقول أنتم الحبايب، مهما أقول ماتوا فيكم القصايد.